ودلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، أهمها استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية، ومنها أيضا منتخب الكاراتيه اللي هيرجع من الجزائر ومعاه 7 ميداليات، ده غير أيضا أن في النهاردة مباراتين مهمة في إطار الجولة 23 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية بعد صلاة المغرب، وكمان هتنتظر دار الإفتاء إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لإنها بلد المناسك. النهاردة كمان هينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف كورس تعليم فن المشغولات اليدوية والتطريز للأطفال من عمر 10 سنين وأكثر، وده هيكون بحديقة الفنون بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم، والكورس هيستمر لحد بكرة والمدة ساعة من 10 ل 11 الصبح، وهيكون في عدد من المجالات الفنية المتنوعة. النهاردة برضو آخر موعد لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية، وده لأنه بكرة الخميس 30 يونيو عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، والقانون بيسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين، الأولى في نص السنة قبل نهاية يونيو والقسط الثاني قبل نهاية السنة في شهر ديسمبر. النهاردة مطار القاهرة هيستقبل بعثة منتخب الكاراتيه اللي راجع من الجزائر بعد المشاركة في منافسات دورة البحر المتوسط، بتضم البعثة العائدة 7 لاعبين على رأسهم فريال أشرف المتوجة بذهبية البطولة، والمنتخب قدر أنه يحقق 7 ميداليات بالبطولة، ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 23 من عمر الدوري، هيلتقي بيراميدز مع إمبي الساعة 7 بالليل والأهلي مع سموحة الساعة 9:30.